واخا نمشيو لواحد الحريشه اللي حرشه اللي بغى يديرها بالدرا يديرها، اللي بغى يديرها بالسميده يديرها، اللي عجب. انا المهم درتها بالدرجه غزاله نص كيلو ديال الدرا بصلامش دقيقه واحد شويه الشحمه، اللي كيبغي الشحمه اللي ما بغاش يشيدها، واللي كتعجبو يحط واحد جوج معالق في الحكاكه باش ما تبانش، باش مع الحراره تذوب في الحكاكه يحط الشحمه ديال الكلوه ويعبر جوج معالق ويديهم شويه ديال الملحه شويه ديال العطريه اللي عنده ديك العطريه ديالنا هي هذيك ما عندوش يدير نيس كما العاده، الكمون سكينجبير التحميره هذا صافي والمليحه. ناخذ الكمون والسكينجبير وشويه ديال التحميره وخميره ديال الحلوه خميره ديال الخبز ونص كاس ديال الزيت البلديه، نخلطوا هذا الشيء كامل ونديروه نخليوه جانبا يرتاح، يكون جالي شي شويه باش يرتاح واحد ربع ساعه يجي هو هذاك. ناخذوا المقله ديالنا وندهنوها بالزيت ونرشوها بالسميده، الا درناها بالذره كنرشوا بالذره والا درناها بالسميده كنرشوا بالسميده ونقرصوها مزيان تجي رقيقه ونحطوها فوق البوطه حتى كطيب من جوج جهات. صافي كتحطيها وتحطي معها الزيت البلديه هذه ما كتبقاي تمعشيها بيديك بحال بغيتي تاكلي كسكسو، كتسقي قدامك بزيت البلديه وكتمعشيها بيديك كتفرشيها وكتاكلي بمعلقه ولا بيديك مع كاس ديال تاي سخون بشيبه ولا بمرد الدوش راه كيجي رائع. ايه ايوا قبلوا عليا هادشي اللي موجود هاد النهار. كل خير كل خير بارك الله فيك. الله يبارك فيك بزاف اللي فكرتينا بهم. هادو هما اللي ضروريين عندنا في البرد هنايا في الرشيديه. لا مزيان الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. شكرك بزاف على المشاركة ديالك. وفي انتظار شكرا اكيد لانه بزاف ديال الاقتراحات اللي هي طلبوها المستمعات واللي كتكون يعني مناسبه لهذا الفصل ديال البرد والشتاء، نتمنى ان نزيدوا نكثروا منها.